أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر رياض يحييكم ويطل عليكم يوميا من شاشة قناة الرشيد وحلقة جديدة وإن شاء الله تكون مميزة بأخبارنا بمتابعاتنا بضيوفنا المتواجدين ويانا من خلال برنامج حديث الملاعب. البداية راح تكون من آخر تحضيرات الأسود لموقعة البحرين. عباس الياسري وكاميرا حديث الملاعب كانت متواجدة في ملعب الكرخ وخرجونا بالتقرير المصور التالي وآخر تحضيرات الأسود لمباراة البحرين اللي راح تكون يوم الخميس القادم في تمام الساعة 7:30 بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد. نتابع ونعود. المنتخب البحريني كل الاحترام له، لكن إن شاء الله تكون انطلاقة المنتخبنا قوية في تصفيات كأس العالم. تعرف المنتخب ما جاهز للاعبين، بقوا اللاعبين المحترفين، وإن شاء الله عندنا مباراة أمام البحرين، مباراة صعبة لكن ما في شيء مستحيل. إن شاء الله نقدم العلينا ونجيب نتيجة طيبة إن شاء الله. الفريق يستعد. تضرين أول 3 نقاط بالمجموعة إن شاء الله يا رب، أنه على أتم الاستعداد كل اللاعبين، والتوفيق إن شاء الله اللاعبين جميعا، وإن شاء الله نقدم فد مباراة كبيرة نفرح الجمهور العراقي. وإن شاء الله هذه المباراة راح تكون مباراة رديدية وراح نرجع ب3 نقاط، وأنا متيقن وعندي ثقة بزملائي وبأخوت اللاعبين راح نفرح هذا الجمهور، لأنه الجمهور محتاج فرحة. وهاي تصفيات كأس العالم راح تكون مختلفة، تختلف كل الاختلاف عن تصفيات كأس العالم السابقة، لأنه هاي راح تكون بأرضنا وأمام جمهورنا وراح يكون لها طعم خاص وفيها ندية كبيرة. ما مبتسم؟ مش عجب والله، مبتسم ومسيطر لأنه عندي أبطال بالملعب. والله العظيم حبيبي. أنت بطل. أنا إن شاء الله أكون مشجع، أكون حارس، أكون أيش، المهم منتخب العراق، لأنه هاي أحلى من أنه نلعب كأس العالم. فمثل ما تعرف سيد اللي يلعب كأس العالم بعد شير يلعب، فإن شاء الله نكون متواجدين في مونديال قطر في الدوحة. المقاتلة إن شاء الله يوم 2 الصبح الساعة 11 نكون المنتخب الوطني يتوجه إلى المنام عن طريق دبي، وإن شاء الله الساعة 4 العصر نكون متواجدين في المنامة، وأول وحدة تدريبية تكون الساعة 8 بنفس اليوم الوصول. إن شاء الله يكونوا اللاعبين كلهم متواجدين في الوحدة التدريبية الأولى. إذا منتخبنا الوطني يشد الرحال ويحزم الحقائب متوجها إلى المنامة يوم الاثنين، مثل ما قال الكابتن باسل جورجيس. منتخبنا راح يغادر في يعني الساعة 11:10 صباحا على متن خطوط فلاي دبي، ومن ثم ترانزيت ساعة في مطار دبي، وبعدها متوجها إلى المنامة ويصل في تمام الساعة 4:30 بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد، ويبدأ تحضيراته بتواجد جميع اللاعبين المحترفين. وإحنا هنا نتحدث عن موضوع طالما شغل الجماهير الرياضية هي المشاكل الإدارية الخاصة ببعض اللاعبين. هنا نتأمل أنه دائما كنا نتحدث في وقت سابق ونتمنى أنه من الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه يكون أكثر تدقيق بهذا الموضوع، خصوصا أنه الاتحاد غير معني إجراءاته فقط تنسيقية بهذا الموضوع، لكن هي رسالة إلى بعض اللاعبين. اليوم أكو لاعبين مهمين جدا بالمنتخب الوطني العراقي ربما راح نفتقدهم في قادم الأيام بسبب المشاكل الإدارية، لذا هي رسالة إلى جميع أولياء أمور اللاعبين في الناشئين والشباب. ذاك الزمن ولى وراح، نتمنى أنه الكل تكون يعني لاعبين المميزين اللي يعتبرون هم أعمدة المنتخب الوطني العراقي بدون مشاكل، حتى بالتالي يكون هو جاهز في أي لحظة من اللحظات خدمة للمنتخب الوطني العراقي. أيضا شباب يا ريت تعطونا الوحدات التدريبية للمنتخب، يعني ما أعرف الولد اللي قاعدين يمكم شنو الموضوع. هاي يعني المنتخب مثل ما قلنا أنه اليوم أجرى ميرانا وباتشر آخر وحدة
تدريبية. المشكلة اللي يواجهها منتخبنا الوطني العراقي هي في مباراة البحرين، وإنما في المباراة القادمة. يعني اللي مباراة البحرين راح تكون في المنامة، وبعدها يوم 10/10 منتخبنا الوطني راح يلعب على المدينة الرياضية في محافظة البصرة، ومن ثم يوم 15 بالشهر يشد الرحال إلى كمبوديا. المشكلة الكبيرة اللي تواجه منتخبنا هو ماكو خط مباشر لدول شرق قارة آسيا. هذه مشكلة كبيرة. منتخبنا راح يتواجد بكامل نجومه، لأن عندنا مباراة على أرضنا مع هونغ كونغ يوم 10/10، وبعدها يغادر المنتخب بخمسة أيام إلى كمبوديا بكامل نجومنا. راح نخسر يومين على أنه يوصل منتخبنا. لذا هي رسالة ومناشدة، ونتمنى أنه توصل إلى أعلى شخص في الحكومة العراقية، وهو دولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي. مسؤولية المنتخب الوطني العراقي هي مسؤولية وطن، وعلى الساسة وأيضا السادة الوزراء أنه يعلمون أن على الحكومة أنه توفر كافة مستلزمات النجاح. إحنا مو بس نذبها برأس اتحاد كرة القدم نقول هو المشكلة، لا، اليوم عندما نتأهل إلى كأس العالم لازم نقول هي مسؤولية الجميع. اليوم هي رسالة إلى الدكتور عادل عبد المهدي رئيس الوزراء بأن يوفرون طائرة خاصة أو خط نقل مباشر بأقل ساعات ترانزيت، لأن على حد معلوماتي من الآن المدير الإداري للمنتخب الوطني العراقي الكابتن باسل جورجيز قاعد يجري اتصالاته حتى نقدر شلون نوصل الكمبوديا، يا أما عن طريق تايلاند يا أما عن طريق ماليزيا، وماكو خط مباشر دايركت إلى هذه الدول. لذا يا أما تروح ترانزيت عن طريق تايلاند، وتروح ترانزيت عن طريق تايلاند كل العالم تعرف، يا أما تروح عن طريق الخطوط الجوية القطرية أو الإماراتية أو التركية، وبالتالي الترانزيت راح يكون لساعات طويلة، ولاعبين أيضا هم في مباراة، وبالتالي هذا راح يكون جهد إضافي على هذا الموضوع اللي نتحدث به. لذا احنا من اليوم بدينا نبلغ انه احنا من اليوم بدينا نعلي صوتنا خدمة لمنتخبنا الوطني، لان امامه مهمة، والجميع يحلم بان العراق يتواجد في كأس العالم في قطر. لذا هي رسالة الى الدكتور عادل عبد المهدي بضرورة توفير طائرة خاصة لمنتخبنا الوطني على الأقل للدول البعيدة في شرق قارة آسيا، لأن أقرب رحلة راح يكون الترانزيت مالتها 8 ساعات أو 10 ساعات، وبالتالي هذه مشكلة تختلف عن بقية المنتخبات. وصوتنا أيضا إلى وزير النقل الدكتور عبد الله العيبي اللي هو شخصية رياضية، وبالتالي نتمنى أيضا عن طريق وزارة النقل أنه تلقى حل بهذا الموضوع، و أيضا وزير الشباب والرياضة. فبالتالي المنتخب الوطني العراقي والتأهل لكأس العالم هي مسؤولية وطن، وعلى الجميع التكاتف من أجل إنجاح مهمة الأسود في قادم الأيام. وعلى طار النجاح والتفوق، اليوم منتخبنا الشبابي وصل إلى أرض مطار بغداد ومتوجا بكأس بطولة غرب آسيا اللي انتهت في فلسطين يوم أمس، ومنتخبنا تفوق على المنتخب الأول ماهر حسان، وردود الأفراح في مطار بغداد الدولي. ألف مبروك للشعب العراقي، ألف مبروك لكادر التدريب واللاعبين اللي ما قصروا، كانوا أبطال في جميع المباريات رغم أن المباريات صعبة، وتعرف يعني عندنا نقص 5 لاعبين احنا كنا بالبطولة ومباريات بين يوم ويوم، بس ألف الحمد لله وشكر حققنا اللقب. مدى الفوز للجمهور العراقي والشعب العراقي، الحمد لله وشكر قدرنا نحقق إنجاز الشعب العراقي، وهذا ما جب عن فراغ، جاء عن تعب الكادر التدريبي. الحمد لله وشكر قدرنا نحقق شيء للشعب العراقي. يقولون من يطيح السبع
تكثر السكاكين. هسه اليوم انت ما طايح، اليوم انت جايب بطوله، بس اكو رده فعل سلبيه بحكم انه الحديث بمواقع التواصل الاجتماعي انه هناك لاعبين ممكن تلاعب بالاعمار عندهم. اللي يتكلمون حقيقة أصوات فارغة، يعني ما لا يقدمون ولا يأخرون بالنسبة لنا، وهاي ضريبة النجاح. وتعرف ما عندنا احنا يعني إعلاميين أو عندنا ناس تكتب إن بصالحنا، فهاي ردة فعل. ما عندك جيش الكترون؟ لا ما عندي جيش الكترون الحمد لله، جيشنا هو اللاعبين وجيشنا هي النتائج. فهاي يعني انت لا تستغرب انه من اشخاص يكتبون على المنتخب، لكن اللاعبين ابطال كانوا، بو 15 لاعب حققنا بطوله. هاي الاصوات تردون عليها بشنو؟ رد عليهم بالنتائج. نعم. اي ذولي اعداء النجاح ويحاولون يسقطون من المدرب المحلي الناجح وليس المدرب الفاشل، وكل شخص عنده غايات. بلد 30 او 35 مليون، ايش قد اللي كتبوا؟ 1000 او 500 واحد؟ ذولي يعني بمرور الزمن ينتهون فقاعه. اللي يكتب بوهمي او يكتب باسمه بدون دليل هذا جبان، فانا ما اتكلم مع الجبناء. كل التوفيق لمنتخبنا الشبابي ومبروك على الإنجاز اللي تحقق، لكن هذا الإنجاز اللي تحقق بعض الأصوات قالت إنه اللاعبين عندهم مشاكل إدارية. هذا السؤال نقلناه إلى رئيس وفد المنتخب عضو اتحاد كرة القدم السيد مالح مهدي، تحدث عن موضوع المشاكل الإدارية للاعبين المنتخب الشباب، وبالتالي اللي دائما هم يتحدثون به أو الحجة القانونية إنه القضاء العراقي أمر بتغيير بعض الأوراق للاعبين. خلينا نشوف ونعود. أتحدى أي شخص يقدم مو دليل نص دليل على هذا الفريق إنه هناك تلاعب بالأعمار، وأنا مسؤول عن كلامي، لان الاتحاد العراقي خطى خطوه ما خاطيها سابقا، انه هو انه يخاطب وزاره الداخليه غرفه العمليات وجاوبونه. ليش هذا الكلام يثار من هنا وهناك؟ خلينا نكمل. وجاوبونه انه الفريق به مجموعه لاعبين عندهم قيد قضائي، يعني مزغر عمره بقرار قضائي. احنا بهاي البطوله استبعدناهم هؤلاء اللاعبين، استبعدناهم. يتحدث بهذا الشيء، هذا اقول يعني غرض خارج السريب، ما يحب مصلحه البلد، ما يحب مصلحه الوطن بهذا الوقت انه فريق فائز يقول لاعبين مزورين. اتحدى انا مره ثانيه يقول اذا يطلع لنا واحد لاعب من هؤلاء مزورين. بارك الله بك. الاوامر القضائيه ما موجوده بمنتخب الشباب بس موجوده بغير منتخب. اهم شيء قانوني، هذا ما عليه اعتراض. ليش استبعدتوهم من الشباب؟ لا ما استبعدوا نهائي. هاي السفره قالوا احنا حتى نجرب لاعبين مستوى، يعني هو ما سبعته مستوعد نهائي، هو شيء قانوني، هو مو من يعني احنا ذاني لاعب بقرار قضائي قرار دوله. انت مستقيل من الاتحاد، مقدم استقاله من الاتحاد، ام هذا الكلام فقط في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا انا في الفتره اللي قدمت بها استقاله، قدمت بها استقاله كنت في معسكر الفريق في دوله قطر، زياره رئيس الاتحاد وجلوس معه حل المشاكل اللي كنت انا مقدم عليها الاستقاله، والامور رجعت كما هي كانت. استاذ مالح، لحد الان ما نعرف ليش الاعضاء يستقيلون وليش يرجعون. لا مو يستقيلون، انا الوحيد اللي اعلنت رسمي، وانا قلت انا الوحيد قلت انا مستقيل واعلنت انه مستقيل، لكن انه بعد زياره السيد رئيس الاتحاد وجلوس. اسباب شنو استاذ مالح؟ اسباب عمل اللي احنا منتخبات سافر، يعني كل الامور كانت ظروف صعبه كنا عايشيها احنا، يعني فريق يسافر ما عنده يعني يسافر امور ماليه ماكو. انا اللي وصلني من خلال استقالتك انه عطفا على عدم علمك في مساله مفاتحه كتنش لانهاء التعاقد. اكو امور هوايه، واحد الامور هو هذا. يعني اسباب كثيره، واحد الاسباب هاي. اكثر من 30 عضو هيئه عامه اتصل بي وطلب مني انه اتباطأ بهذا الموضوع. احنا نتمنى الاستقالات ما تكون فيسبوكية، تكون استقالات حقيقية لبعض اعضاء الاتحاد اللي دائما يلوحون بالاستقالة، لان هذا الموضوع بالتالي من راح تقول انا استقاليت وترجع راح يأثر عليك سلبا، انت اول شخص، ما راح يأثر على الاشخاص الباقيين.
وايضا اللي يستقيل نتمنى انه يتحلى بالشجاعه ويقول اني لهذه الاسباب استقاليت لان ما وجدت حل من قبل المنظومه اللي اني اعمل بيها. عضو اتحاد كره القدم كامل صغير يقول الحمد لله والشكر من وصل كاس غرب اسيا للشباب ما مكسور واحنا نشجع الصناعه المحليه. خلينا نشوف ابو وسام شنو قال لماهر حسان. مبروك الفوز ببطولة غرب آسيا وهمزين الكاس اجى سالم ما مكسور. يا بنتم لا تكلمون عن المكسور خطيه شو مو بغرب آسيا وانتقال الكاس شوية يعني هذه الأسباب عادية مسألة طبيعية. احنا ننتقد دائما موضوع الجواز نقول من حافظ القاضي هسه غرب آسيا هم أنتم حافظ القاضي. هذا مغرب من حافظ القاضي جابوا لنا دائما بس هي بالعكس الصناعة العراقية صناعة لازم احنا نشجعها ونعملها صناعة العراقية ناس عندنا عقول كبيره بكل شيء بكل الصناعات الموجوده فالكاس يعني يعني شوف الوزن حتى وزنه لائق منه بس الماء زين ما في شيء ان شاء الله. اذا كل التوفيق وكل التبريكات لمنتخبنا الشبابي بتحقيق بطولة غرب آسيا وإن شاء الله هذا الجيل يكون امتداد للأجيال السابقة ونقدر نستفاد من عنده. الأهم إحنا نتحدث مو البطولات والكؤوس اللي كنا نحققها على مستوى الفئات العمرية ونقول إحنا أبطال، لا، الأهم إنه هذا الجيل إيش قد يستمر حتى يقدر يخدم الكرة العراقية لقادم الأيام. أيضا اليوم وزير الشباب والرياضة كان متواجد في استقبال منتخبنا الشبابي بطل بطولة اتحاد غرب آسيا اللي أقيمت مؤخرا في فلسطين وسألناه عدة مواضيع، الأهم أنه شنو اللي صار بقضية نادي الطلبة من البارحة بالليل إلى اليوم إجا رد من الاتحاد الآسيوي لولا. خلي نشوف ونعرف. البارحه من التقيت وياك كانت نسبه يعني حلحله موضوع الطلبه 90%، صار اكو مستجدد ما صارت 100%؟ لحد اليوم اتصلت بهم تم استلام الطلب حسب راي اللي هم رادوا النص اللي رادوه انا كتبته ان شاء الله باللغه العربيه واللغه الانجليزيه فتم استلام الطلب وعدوني خيرا قال بانه تم رفعه الى اللجنه القانونيه وان شاء الله حسب البوادر الاوليه بان الامور ماضيه ان شاء الله. نقدر نطمئن جمهور الطلبه؟ الا امر الله ان شاء الله، تعرفوا احنا نعرف هناك امور ليست بايدينا، لكن كل ما يتعلق بنا شخصيا كملنا ان شاء الله وكدوله وكاتحاد ان شاء الله. اذا هذا الموضوع مدخل لمحور حلقتنا لهذا اليوم، نادي الطلبه والميناء والنجف وحتى انديه الزوراء والقوى الجويه. لا تستغربون انه عبالكم بس نادي الطلبه هو النادي اللي عنده مهله ربما لغايه اليوم 31 بالشهر لغايه الساعه 12 بالليل، بس على حد المعلومات اللي نمتلكها والمعلومات الخاصه انه مثل ما قال وزير الشباب والرياضه بعثوا بكتاب رسمي الى الاتحاد الاسيوي، لكن الاتحاد الاسيوي معطل جمعه وسبت ويوم 2/9 اكو مناسبه في ماليزيا وبالتالي ايضا معطل الاتحاد الاسيوي وربما الرد راح يجي يوم 2 او يوم الاثنين وتحديدا يوم 3/9 على خطاب وزاره الشباب والرياضه والموضوع الى الان في غايه الانتظار. هذا الموضوع ومواضيع اخرى اليوم راح نناقشها مع ضيفنا المتواجد معنا في الاستوديو الشيخ صباح الكناني نائب رئيس اتحاد الملاكمه المستقيل. اهلا وسهلا بك في برنامج حديث الملاكمه. اهلا وسهلا بك استاذ عمر واهلا بك وبرنامجك والف الف مبروك الجائزه الاخيره. اشكرك. وان شاء الله من افضل الافضل. الله يسلمك. شيخ خليني ابدا وياك، كل الناس قاعد تنتظر وتشوف وانت مباشرة اعلنت انه شيخ صباح مستعد انه ينطي الاموال لنادي الطلبة. نعم. جتك الادارة قعدت وياك علموك ايش قد المشتكين ايش قد المبالغ المطلوبة القضية ليش بس على الطلبة تحديدا من غير بقية الاندية العراقية؟ شكرا لك استاذ عمر وشكرا لهذا سؤالك وشكرا للبرنامج حقيقة اللي متابع القضية اول باول.
يعني البارحة حقيقة أنا تفاجأت بكادرك، وأوجه الشكر والتقدير للأخ العزيز ماهر حسان اللي متواجد لحد ساعات متأخرة من الليل. الله يسلمك. تعرف هاي قضية واجب كل عراقي يحب مصلحة الكرة العراقية ويحب رياضة العراق يكون يفزع لهذا الموضوع، مو فقط النادي الطلبة. نعم. أو النادي الطلبة، النجف، الميناء، أي نادي من أندية العراق، لأن كلهم يمثلون العراق، كلهم يمثلون الرياضة العراقية. الحقيقة لحد الآن ما جوني يعني إدارة الطلبة، اتصل بي الكابتن علاء علاء كاظم بالليل اليوم اللي اعلنت انا البيان. نعم. اتصل بي الكابتن علاء كاظم قال لي شيخ سمعت هيك هذا الموضوع، قلت له ان شاء الله انا تعرف شنو المباراة الجوية. صح. والف الف مبروك الفريق القوة الجوية، هذا انتصار نحسبه من ملفات العراق المهمة. خابرنا علاء قال لي اكو هيك موضوع شيخ عندك علم بيه، قلت له هذا البيان من عندي صادر ومن مكتبي وانا اتكفل بهذا الموضوع ان شاء الله بس ارجع اشوفك. زين. رجعت حقيقه الساعه بالوحدة ونص ثنتين الا ربع صار رجعت تاخرت. خابر علي الصبح صار عندي يمكن الكل يعلم حادث عند بيت اختي، والحمد لله الله سبحانه وتعالى سلمهم، طلعت لمحافظه العمارة بعد ما اتصل بي كابتن علاء. رجعت اتصلت بي مرتين تليفونه مغلق. جانس الأخ والعزيز الدكتور رضوان الكندي رئيس نادي النجف البارحة ساعة واحدة. نعم. وجوني جمهور نادي الطلبة. نعم. يعني حقيقة أنا متفاجئ من مسألة جدا مهمة عمر، كون حتى تصير واضحة للجمهور وقدام الناس. نعم. من أعلنت على هذا الإعلان وأدفع أنا مكان فريق الطلبة، أنا اليوم ما جاي أدعم إدارة ولا أدعم علاء ولا محمد الهاشم مع احترامه وحفظ ألقابهم وعلى رأسي. نعم. أنا جاي أدعم نادي. تفاجأت ردود أفعال الجمهور. شيخ صباح ارفع ايدك من الموضوع، شيخ صباح لا تدفع مالك شغلة بيهم، أنت قاعد تدعم الفاسدين، أنت قاعد تدعم الإدارة. يعني ردود وصلت سب وشتم وكذا من بعض الأخوة، تفاجأت بها حقيقة. أنا قلت لهم يا أخوان أنا ما جاي أدعم الإدارة، أنا جاي أدعم نادي الطلبة، جاي ندعم إحنا مؤسسة ما لنا شغلة بالأسماء. يعني اليوم يعز علينا. نعم. إحنا كرياضيين إنه نادي الطلبة يهبط إلى دور الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، إحنا ما نعرف القرار، ما تعرف يبقى. القرار وما تعرف كم سنة يبقى، سنتين، ثلاثة، خمسة، ما تعرف القرار شنو. هذا الموضوع اللي إثار الحفيظة بداخلي حقيقة من نادي الطلبة. لكن شكرا للوزير الشباب والرياضة والدكتور قصي السهيل وزير التعليم العالي، بادر الرجل وزير الشباب والرياضة البارحة بإرسال كتاب رسمي من مكتبه بالليل، صدره ودى مدير مكتبه صدره وختمه ورسله إلى الاتحاد الآسيوي. وتعرف الاتحاد الآسيوي ما يتعاملون يا شخوص، يتعاملون يا دولة، يتعاملون يا مؤسسة. صح. فيعني حتى كان جوابهم أن الاتحاد الآسيوي خابرت المحامي مالي قال الشيخ ما يقدرون يتواصلون وياك بالمباشر إلا عن طريق وزارة الشباب والرياضة أو طريق وزارة التعليم العالي، وزير يخاطبهم فما فوق. يعني تعرف هاي إلها صياغة قانونية فهم يتكفلون بها، والرجل جزاء الله بالخير تكفل وزير الشباب والرياضة وسوى لهم كتاب يوم أمس. بس لحد الآن تقول لي جايينك إدارة الطلبة؟ لا، جانا جمهور الطلبة البارحة أكثر من تقريبا 25-30 سيارة، وبقوا للثنتين بالليل مشكورين ورحبنا بهم وسمعنا وجهة نظرهم وطيتهم وجهة نظري، وإن شاء الله الأمور للأفضل يعني للأحسن. طيب اليوم أنا حسب المعلومات اللي أمتلكها أنه الاتحاد الآسيوي الصور ينتظر خطاب من المحامي المشتكي أو الموكلي اللاعبين. نعم. قدرتوا تتواصلون ويا المحامي شيخ صباح؟ كابتن أنا شلون أتواصل ويا المحامي، والمحامي ما عندي أصلا لا تليفونه وهو قاعد يتواصل ويا إدارة الطلبة مو وياي. زين. خابرني كابتن علاء قال إحنا المحامي يريد صك مليار و650 هذا يعني المطلوبين مليار وستمية وخمسين، هذا كلام كابتن علاء كاظم. المحامي يريده خلال 10 ايام يسدد. قلت له كابتن اذا احنا نفتح لهم LC اعتماد للمحامي وللاعبين ما يلحق بشهر. زين. فكيف نفتح لهم ب 10 ايام؟ هاي مسؤوليه قانونيه. صح. يعني هسه احنا تجاره نعتبرها، انت من تحول اموال غير تحول على تجاره، تحول شنو؟ تحول طلب؟ مستحيل ما تحول طلب التوديع. قلت له كابتن اجمع لي اللاعبين الطلبة، وهذا هم كان طلبنا البارحة من الأخوان رابطة مشجعين الطلبة وجمهور الطلبة، جمعونا اللاعبين ونقعد وياهم على حاور على طاولة اجتماع ومفتوحة، وبعض الأخوة كانوا متنازلين عن ثلثين العقد مالهم من سمعة وإحنا متكفلين بها، قالوا لا إحنا ما نتنازل حتى من دينار واحد بعد. ليش؟ ما أعرف. أكو بعض الأخوة يطلبون عدة أندية بس على نادي الطلبة يطالبون، واتصلت بهم يا بليش على نادي الطلبة فقط. شنو ردهم؟
انا اداره الطلبه كانت سوء معاملتها وياي، عكس معامله نادي اربيل او معامله نادي الزوراء كانت طيبه وياي، لا اداره الطلبه كانت قاسيه بالتعامل، تتعامل ويانا فوقيه بتعالي، فانا ما اتنازل من نادي الطلبه. اها اي يعني مساله شخصيه، يعني صارت مساله شخصيه بين نعم الاداره، مساله شخصيه بين الاداره وبين اللاعبين. نعم يعني ما يقبلون يتنازلون لان الاداره كانت تتعامل بفوقيه. نعم سوء تصرف الاداره، سوء تصرف الاداره مع اللاعبين والمدربين هي اللي وصلت فريق الطلبه، ومو بس فريق الطلبه، فريق الطلبه وفريق النجف وكل الفرق. الاداره هي اللي وصلت بينا مرحله الانديه مالتنا والهلاك اللي قاعد يصير بينا، مثل نادي الطلبه نادي عريق كبير توصل بهاي المرحله. الكابتن علي هادي مشكورا يعرض بيته للبيع، وصباح يعرض سيارته للبيع، وعمر يعرض سيارته للبيع. ما يستحق نادي الطلبه هذا النادي الاكاديمي اللي اغلب ادارته دكاتره. زين ليش وصل لهيك مرحله؟ سوء اداره والتمسك بالسلطه. اليوم الناس راح تتفاجئ. مو انا هي هاي العالم اللي تعرف شيخ صباح هو صديق مقرب جدا للكابتن علاء كاظم. نعم هسه وبعد انا ما اتنازل، فاللي يسمع هذا الكلام يحس انه اكو شيء صاير. لا على اخوي ابن عمي انا ما اتنازل من علاء ابا، حتى البارحه جمهور الطلبه احد الاخوان شو اسمه هذا ابو شعر الطويل اي عدي عدي نعم. عدي قال شيخ اريد من عندك تعطينا براءه من علاء. قلت له على اساس اعطيك براءه من علاء؟ هذا ابن عمي، شلون اعطيك براءه من عده؟ انا ما اعطي براءه من عده، بس انا اوجه له السلام وتحيتي واحترامي لعلاء ولكل الاداره. اداره الطلبه صار بها دمار، حرب انا اقول لك يعني ما يتحملها علاء ومحمد والاداره، حرب من الوزراء اللي استلموا وزاره التعليم على هاي الاداره. ليش؟ ما اعرف مو هي هاي اليوم كل السياسات انت تكون تقوي علاقتك بمرؤوسك برئيسك بوزيرك حتى تكون بيناتكم اخذ وعطاء. هاي استحقاقات الأندية يعني، حتى المسؤولين حتى الوزراء المفروض يطلقون الأموال والمنح اللي مخصصة للنادي حتى ترفع من شأن النادي. زين اليوم من إجى الدكتور قصي السهيل، يعني إحنا كل آلي يمكن مزامن الطلبة، حتى بعض المشجعين عتبوا عليه يقولوا لي أنت واقف ويا الإدارة وأنت تدعم الإدارة، وأنت حتى وصل لي كلام أنه أنت مستفاد من الإدارة. الحمد لله والشكر إحنا لا نستفاد بس نحكي الحق. قبل سنتين بوقت الدكتور لا العيسى عبد الرزاق العيسى 660 مليون عندهم عجز مليار و400. نعم والعام 300 منطيهم، عندهم عجز مليار و700 اللي جاي حاسب عليه الاتحاد الاسيوي. زين هم من العام عندهم مشاكل، لكن انا سؤالي على العام، انا العام من العام عندهم مشاكل. زين العقوبه يعني على قول المحامي نزار احمد يقول العقوبه من العام على نادي الطلبه. صح. ليش العام ما حرموهم من المشاركه وما حصروهم هاي الحصره للاتحاد؟ ليش هاي السنه حصروهم هاي الحصره وخلوه؟ يمكن ازدادت لان العام مشتكي تيته ومهدي كريم، هذا حد قول اداره الطلبه. كابتن استاذ عمر المشتكي واحد والمشتكين الف نفس الدعوه، واحد والف نفس الدعوه، ماكو اليوم انا اشتكي عليك وباكر نشتكي انا وكادر الحديث حديث الملاعب عليك، ماكو هي شكوى. ما دام دانيه انت بشكوى هذا القانون يقول زين مثل ما يشتكي عليك واحد يشتكون عليك ألف نفس الدعوة. زين. كل واحدة تأخذ حكمها معقول، بس ما أحترم دعوة ما شخص واحد وما أحترم مال عشرة وما أحترم مال واحد مستحيل، هذا ماكو بالقانون. أنا أقول يعني أكو تدخلات بهاي الأمور. مين؟ أكو تدخل يعني أنا ما أقول سببها على كاظم وراح اشتكي بمحكمة الكاس و... لا هم يعللون هذا الموضوع يقول يعني أنا سمعت من إدارة الطلبة يقول لي أن رحنا اشتكينا نفس الكلام قالوا لي أكو إدارات يوموهم. أنا سمعت أنه البعض اللي كانوا بالهيئة العامة اللي عساس يروحون لسويسرا ساوموا أي. الإدارات والاتحاد من حقه أي طبعا أنه اليوم أني أنت خطأني وياي أي أكيد فأني أطلع لك هذا الخطأ أي. لو أطمطم لك إياه لا أطمطم لك إياه وأنا قاعد ما أروح مو أي أكيد فهذا اللي صار الصير هذا الكلام صحيح أنا سامع أنا ما شايف زين أنا سمعت حالي حال الناس وحالي حال الجمهور سمعت لين على كاظم راح اللوزان حاربوا بهاي المحاربة وحاربوا نادي الطلبة وأكيد اللي اليوم السلطة والمال والأوراق كلها عد الاتحاد فبكيفهم يعني اليوم تحس أنه نادي الطلبة هي رسالة من اتحاد كرة القدم لكل شخص يحاول يخطي هاي الخطوات لا هي مو رسالة هي تحذير بعض الأندية إذا التقيتوا بعمر وصباح وكذا وتطونا الولاء وتقولوا له إحنا وياك للإصلاح والتغيير وكذا
فاحنا ترى هاي علاء كاظم اللي هو اقرب واحد عليه احنا خليناهم بخانه اليك وحصلناهم حصره موت. العراق كله قاعد يتوسط اليوم من رئيس الوزراء لوزير الشباب والرياضه. بس هي هاي ما تنفع يعني. هو بالتالي حتى الوزير سمعناه هسه بالتصريح قال القرار مو بيدنا احنا اللي علينا نعمل ونسوي نفس الكلام. بس القرار اتحاد اسيا ومنع اسيا ولا اني ولا يعني هاي اللي عليه الرجال جزاه الله الف خير الباحث 3 الصبح هو قاعد ومخاطبات وتليفون وروحوا وتعالوا ومحتار بنادي الطلبه ويريد يخلص ازمه نادي الطلبه مثل ما احنا محتارين وانت محتار والاعلام وجمهور الطلبه محتار. واحد تدري واحد يقول لي ثق بالله يقول لي شيخ اقتل نفسي اذا نزلنا درجه اولى ويرجع انه بيقول لي اذا بقى على كاظم اقتل نفسي. زين شو اسوي لك؟ انطير لا تريد على ولا تريد ولا تريد تنزل درجة. الحل شنو بهاي الهوسه؟ الحل يراد لها وقفه جاده من اتحاد كره القدم يجاملون شوية على كاظم بعد ساعة ونص تخلص المهلة والحد الآن الاتحاد الآسيا وما راد أي خطاب. الاتحاد ما مداوم هم عندهم عطلة أنا حسب معلوماتي لغاية 3-9 يلا يرجع. يعني أنا أتصور بها مجال بها مجال راح يطون بها مجال مثل ما انطوا فترة ل 11-9 النادي النجف يعني هم من الممكن يطون فترة 11 يوم ومددوا النادي الميناء الصور على شكوى أسامة علي للرد عليها لغاية 15 يعني أنت تصور هسا نادي النجف البارحة قلت لك أنا دكتور رضوان أوجه لك كل الاحترام والسيد محافظ النجف دكتور لؤي الياسري يعني البارحة كان عندنا اتصال وجان الرجل الطومة فترة 11-9 بس من مبدأ الإنصاف الاتحاد هم وقف مع نادي الطلبة واليوم راح يتغرم 200,000 دولار الاتحاد. وانا شقول انا اقول لك اريد وقفه جاده من اتحاد القدم مع نادي الطلبه مثل ما علي جباره موجه للحب والاحترام خابر امجد عطوان ومصطفى يطلبون نادي النجف قال لهم انا كفيل بتزديد مبالغكم هم رجل يعني هذا هم موقفين حسين. زين هذا شو تخليه منو دكتور صباح بيا خانه بخانه الاهمال لو احنا عندنا فشل اداري؟ لا فشل اداري مو اهمال. شنو اهمال؟ الاهمال ينتحاسب هم الاهمال فشل هو حتى الإهمال فشل. أنا أقول لك إدارة صاركم أكثر من 10 سنوات صاركم أكثر من 12 سنة يعني اللي تعلم من سنة من أخطاء العام من أخطاء سنتين أخطاء 3 سنوات أخطاء 4 سنوات. أنت اليوم وزارة تقول لك أنا أخصص لك ميزانية مليار كون أشتغل على ضمن المليار أنا إذا طلعت مليار ومية زين بعد منين أجيب يعني مثلا أشتغل تجارة عندك محلات مأجرات وتجيك عندك سوبر ماركت تدب لك بالشهر 1,000,000-2,000,000 وهذا رصيدي يتعدى شو كل شيء ما عندكم انتم ضالحين ضالين على المنحه. زين المنحه هي هاي مال الوزاره مخصصت لك 600 على قولتك 300 طهم صح. زين انت مسوي عقد مليار زين زين هاي 700 منين تدفعها؟ طيب للحديث ايضا حتى نعرف الموضوع كامل وشنو اللي جاي يصير الى الان احد الاطراف المهمه في قضيه نادي الطلبه بل ربما راح يصير هو طوق النجاة للاعبين اللي يطلبون الأندية العراقية واللي ما حصلوا أموالهم في الفترة السابقة. المحامي المصري الأستاذ رضا أحمد اللي هو متكفل بقضية اللاعبين المشتكين على نادي الطلبة. أستاذ رضا أهلا وسهلا بك في برنامج حديث الملاعب. أهلا وسهلا بكم استاذ رضا تسمعني؟ ايوه اسمعك موضوعك احنا تجيكم استمع ضيوف اللي عندك. اهلا وسهلا بك يا ريت تخلينا باخر التطورات والامور اللي صارت بقضيه نادي الطلبه. انا اتكلم وياك وبعد ساعه ونص من الان ربما تنتهي المهله. اكو مستجدات؟ اكو مباحثات صارت مع حضرتك؟ اكو تفاصيل؟ المهله راح تتمدد لو لا؟ لان انت الطرف المعني بهذا الموضوع. اولا استاذ الكريم احنا عايزين نوضح بحاجه احنا لجميع المتابعين برنامج النادي الاختار. اول حاجه انه احنا طرف محايد في الموضوع ولدينا اللعيبه عشان في حاجه حصلت لهم حاجه يعني مش ممكن تتوصف بالظلم الجوري اللي وقع عليهم. يعني هم اللعيبه حسوا بكرامتهم كرياضيين يعني مش واخده دورها بالحد المناسب كاداره وكلاعبين فكان طبيعي انه يدعوا للاتحاد العراقي لكره القدم، الاتحاد العراقي لكره القدم ما اخذش دوره بالطريقه المناسبه. يعني ما اخذش دوره ولا طبق اللوائح ولا الانظمه ولا اي حاجه يعني المفروض ان هو يعملها. فترك اللعيبه يتخبطوا يبداوا هنا وهنا. فكان قدامهم انه يلجاوا لاحد المراجع الرياضيه الدوليه عشان يخلصوا حقوقهم يعني. نعم
احد المراجع دي كانت الاتحاد الاسيوي ورجعوا لنا احنا اللاعيبه. وطبعا احنا حركنا الشكاوى بعد استكمال كافه الثبوتيات المتعلقه في الموضوع ده، لقينا انه فعلا في حاجه تستحق ان نتقدم بها الى الاتحاد الاسيوي كجهه محايده تنظر في النزاع ده. طيب استاذ رضا كم طيب خلينا ندخل بالامور المهمه، كم لاعب مشتكي الى الان على الانديه العراقيه وانت كاموش دعواهم؟ هلا هلا احنا في اللعيبه العراقيه ماسكين احنا المكه الثانيه ماسك حوالي 26 قضيه موزعين على ثلاث انديه اللي هم الميناء النجف الاشرف والطلبه طبعا. موضوع النجف الاشرف كان في تعاون واضح من قبل الاداره بحل المشكله دي. زين. تواصلنا معهم الى حل تسويه من جميع الاطراف وكانوا اللاعبين مرحبين بالموضوع ده انه يتحل بشكل قياسا وتكريما لمكانه نادي النجف في المجتمع العراقي. نعم. احنا كنا متصدقين للموضوع ده. زين. موضوع الميناء لا زال يتخبط، يعني خطوه لقدام خطوه لورا، لكن نتامل ان يتحل يعني في الساعات القليله. اما نادي الطلبه فهذه مشكله المشاكل، ما فيش حد بيعمل خطوه لقدام على الاطلاق. ليش؟ خصوصا انا على حد معلوماتي يعني الجميع عنده قناعه انه لعيبه الطلبه عندهم حق في القضيه دي، لكن محدش عايز ينصفهم. طيب الاداره تكلمت معاك استاذ رضا؟ الاداره تكلمت معاك انطتك ضمانات ولا؟ انا استاذ الكريم كل حد في الطلبه تكلم معايا، حتى سياده الوزير تكلم معنا مع الوزير ودخل بصفه الاعتباريه، لكن كانت الطروحات اللي عنده ضعيفه مع احترامي لي. لا مش مؤدها انه تحل المشكله. يعني دخل استاذ محمد هاشمي اتصل معنا، اتصل حيدر عبد الرازق اتصل معنا، يمكن استاذ جسام عفوا استاذ عباس. بس انا على حد علمي انا على حد استاذ رضا كان بيلاقي عصبيه شويه. طيب استاذ رضا تحملناه شويه عشان هو استاذ رضا الوضع سيء يعني. استاذ رضا اذا تسمعني، على حد علمي انه وزير الشباب والرياضه اتصل بحضرتك مساء امس وقال لك أنا الفلوس أنا مستعد أدفعهن وأنا الضمانات اللي عندي بمكان إدارة نادي الطلبة، هذا الموضوع صار فعلاً؟ هو كلمني من تليفون أحد الأشخاص في إدارة الطلبة اللي هو أستاذ عباس، فأنا قلت له أنا على يعني إحنا عايزين بالإضافة للضمانة دي عايزين ضمانة يعني تأكد الدفع، لكن هو فرع مواعيد بعيدة وما حسيناش يعني مع احترامي الشديد لحضرتك ما حسيناش إنه في خطوة إيجابية أو خطوة فعالة، فقط حسينا أنه تسويف وحسينا أنه زر الرماد في العيون ليس إلا فقط لتمرير المهلة، ودي مش طريقة لحل المشكلة الكبيرة زي دي. أثرت بفعالية قوية على المجتمع العراقي زي ده. عايزين جهود أكثر عشان تحل المشكلة، عايزين جهود إيجابية أكثر، عايزين جهود فعالة أكثر لحل المشكلة دي. طيب، أستاذ رضا أكو تمديد؟ نعم. راح يكون تمديد للقضية لو ماكو تمديد؟ أنا اللوائح الاتحاد الأسيوي واضحة، يعني هو اليوم الوقت الأخير بتاعه، الأستاذ النادي الطلبة أخذ عدة مهن للتمديد، الأجال كانت متعددة لنادي الطلبة، ليس فقط هذه المواضيع. هو طلب عدة مرات لحل المشكلة، طرح عدة طروحات وعدة أجال وعدة مهن للتسوية، لكنه لم يلتزم فيها على الإطلاق، مما دعا الاتحاد الأسيوي إلى أن يكون صارم جدا معه. طيب. يعني الصرامة كانت فعالة أوي 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 معه. أنا أتوقع أن الاتحاد الأسيوي لن يعطي هذه المهلة على الإطلاق، وفي حال منحه هذه المهلة أتمنى من كافة العاملين والفاعلين في نادي الطلبة أن تكون هذه المهلة. طيب زين أنت وفرصة النجاة الأخيرة. أستاذ رضا احنا نتحدث وياك وجماهير نادي الطلبة اليوم كلها شاهدنا وحتى الجماهير العراقية. احنا يعني نتمنى إذا الموضوع يصير به تمديد لعشرة أيام أسبوعين حتى ينحل الموضوع، لأن هذا نادي مهم ونادي إلى اسمه في العراق. إذا الموضوع، لأن أنا حسب ما أعرف أنت الطرف الرئيسي بالقضية، عندما تبعث إيميل للاتحاد الآسيوي يصير الموضوع بيه حل. إحنا شباب بيقول لك عندنا عرف في العرف القضائي بيقول لك صلح خاسر أحسن من دعوة رابحة. إحنا جاهزين لأي حاجة، لكن عايزين ناخد طرف مقابل متعاون لا إيجابي. إحنا لغاية دلوقتي لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم فيها معك ما فيش حد في نادي الطلبه حاسس ايجابي،
كله بيتنصر، كله بيرمي المسؤوليه على الادارات السابقه، كله بيرمي المسؤوليه على الهيئه الجديده. طيب اكو كتاب استاذ رضا، اكو كتاب الملام الاول، اكو كتاب نعم. اكو كتاب طلع من الاتحاد العراقي انه الشكاوى تعتمد من عام 2017، واكو لاعبين شكاواهم كانت في عام 2012 و2013. هذا الموضوع شلون تتعامل وياه؟ استاذ الكريم، احنا عارفين ان الاتحاد العراقي هو احد افراد الاسره الاسيويه، فبالتالي هو ملزم بتطبيق اللوائح الاسيويه اللي هو ينتمي لها. ما فيش حاجه باللوائح الاسيويه بتنص على انه في قوانين قبل 2017 او 2018. احنا قدمنا الدفوع، قدمنا كل حاجه، ما حدش قال لنا دي مش مخالفه للقوانين واللوائح الدفاعه عندنا. احنا قدمنا وقدمنا استبيانات على الملاحظه دي، كله قالنا مقبول، كله قالنا الطروحات دي مقبوله، وحتى اتاح للاتحاد العراقي يستفسر منها من الاتحاد العراقي، لكن الاتحاد العراقي كان دايما يتجاوز النقطه دي، يتجاوز الموضوع ده، يعني مش عارفين ليه، اما ضعف في الخبرات اللي بينهم او مش عارفين ليه. بسؤال اخير اتمنى تجاوبني عليه بصراحه، شكوى بخصوص نادي الطلبة تحركت من الاتحاد العراقي، تحركت من الاتحاد العراقي أم اللاعبين التجوا لك مباشرة وأنت اللي طالبت بحقوقهم؟ لا، الشكوى مش ضمن الخطة اللوائح اللي بتقول إنه لابد من اللجوء الأول للاتحاد العراقي في حال وجد اللاعب نفسه إنه ما أخدش حقه من قبل الاتحاد الوطني، فمن حقه إنه يلجأ للمدعيات الثانية. في لعيبه لجأت القضاء العراقي المحلي، وفي لعيبه ايضا لجأت الاتحاد المحلي، لكن للاسف ما حدش اخذ منهم اي حاجه، اخذ بعض الاحكام لكن كان في صعوبه تنفيذها، مما دعاهم فورا انه يبداوا للاتحاد الاسيوي. فانا كمكتب اختصاصي متخصص في الموضوع ده تقبلنا القضايا دي ورفعناها، والحمد لله كان في قبول ايجابي منها. طيب الموضوع ينحل وما ينحل استاذ رضا نادي الطلبه بوجهه نظرك؟ ينحل فورا، ينحل فورا في حال كانت النيات مخلصه من قبل اداره نادي الطلبه، نادي الطلبه عاجز على ان يقدم اي انسان عنده نيه مخلصه مع احترام الجميع، انا تعاملت معهم كلهم، ما فيش حد منهم عايز يقلل الموضوع، كلهم عايزين يقفزوا فوق رغبه اللاعبين وده ما ينفعش، كل الناس عايزين تنظر الظلم على المظلومين، اللعيبه مظلومين عندهم حقوق، انا شفت عشت بعض الحالات للعيبه العراقيين فعلا كحالات تبني القلب. احد اللاعبين في الفتره الاخيره خلص الموسم معاه، نادي الطلبه بيقول له انا مش هدي لك الكشف بتاعك الا ما تدفع لي فلوس. من هو هذا اللاعب؟ من هو هذا اللاعب؟ كل عنده فلوس، من هو اللاعب؟ لا اسمح لي، في اسرار عارف انا ما اسمحش تطلع الهواء يعني. لا لكن هم عارفين، انت لازم تسمي الاسماء، انت لازم تسمي الاسماء بالمسميات حتى تكون واضحه للعلن. انا بتكلم في الموضوع ده يا استاذ عشان كل الناس تعرف يعني سبب مشكلة مين؟ سبب مشكلة قص الكرة كل واحد على الآخر، ما حدش يتحمل مسؤولية على الإطلاق. طيب. خصوصا نادي الطلبة. طيب شكرا، شكرا جزيلا لتواجدك ويانا الأستاذ رضا أحمد المحامي المصري المتكفل بقضية اللاعبين العراقيين اللي مشتكين على أندية الميناء والنجف والطلبة. شكرا لانضمامك معنا، اخذ رايك باللي سمعته لان عندنا بعدها ايضا متابعه بها كلام لحضرتك. يعني استاذ عمر انت كلامه صريح وواضح، يقول لا الاداره متعاونه ويانا ولا الاتحاد متعاون ويانا ولا واحد اجانا بطريقه حل حقيقيه حتى نتخذ من عندها خطوه. الرجل حقه واللاعبين هم حقهم، ما حد جاي بكلمه جديه 100% حتى يتصرف وياهم، مخاطب الاتحاد ومخاطب النادي وما حد مرجع له جواب، يعني شو اللي يسوي؟ القضيه المهمه يقول الاداره تتنصل ترمي، يقول ولا واحد من على الادارات السابقه وماكو واحد طلع لي يتحمل المسؤوليه. هم الادارات السابقه منو؟ هم نفسهم الادارات السابقه، اثنين ثلاثه انضافوا له هم نفسهم، يعني الادارات السابقه منو؟ زين كابتن هنا يقول لك ما حد من الاداره ولا واحد من الاداره ثبت وياي بكلامه، يعني هسه غير ما يخابرون محامي، يعني هو هسه هذا ببغداد مثلا مشتكي عليكم مركز شرطه بالقناه وتحلوها، ما تنحل هيك يا اخي، هاي محكمه اتحاديه، ناس قضاة، ناس محاميين، اتحاد اسيوي عده قانون ولوائح يمشي عليهم. البارحه استاذ نزار احمد يقول هذول مو قانون، هذا مو قانون، هذا لازم نشتكي عليهم من محكمه الكاس. شو وقت نشتكي عليهم من محكمه الكاس؟ ورا ما يطلع الطلبه ينزل الطلبه والنجف
يلا روح نشتكي. هسه بالله قضية النجف حليتها أنا الحمد لله والشكر بالتعاون مع الدكتور وأنا والخيرين وحليناها، يعني وفرنا المبلغ إن شاء الله. لكن بهاي الحالة شلون أنت نادى طلبة مبلغ مهين زين ولا واحد يودوا له كتاب رسمي؟ هسه المعالي تكفل الرجل يروح للمعالي واخذوا كتاب رسمي وودوا للمحامي نسخة من عدة وطول إيميل مال المعالي مال وزير الشباب والرياضة للمصري للمحامي موقع الرسمي مال الوزارة حتى يطمئن، حتى يصير عدة اطمئنان. إيه بس أنا أتواصل يعني بصراحة الكلام اللي أسمعه أنه الموضوع صعب مو سهل. هو مليون بالمئة صعب مليون. يعني عندهم عجز ولازم هذا. هسه المشكلة الثانية وين؟ نعم. إذا انحلت الديون الإدارة عندها عجز بمليار وسبعمية. نعم. اليوم هذا العجز المليار وسبعمية لازم يدخل إلى نادي الطلبة بسند، وهذا المليار وسبعمية أيضا لازم ينصرف بوصولات رسمية وتروح هاي الأوراق للاتحاد الآسيوي. زين هاي شلون؟ مشكلة، مشكلة كبيرة، مشكلة وصعبة يعني صعبة. زين أنت شو تكفلت بيه من بالديون لو بالعجز المالي؟ لو اثنين هاتفين لا لا أخذ لا قبلوا علي بالديون ولا قبلوا علي بالعجز. كابتن يعني وصلت مرحلة يسبونا ويسبون أعراضنا، إحنا ما نتقبل يسبونا ويسبون أعراض. خاف صارت مثل السمك ما يكون مذموم. فأنا ليش أتحمل هاي؟ أروح وخل تنزل الطلبة وخل أنا شنو خال ولد عم ابني يعني شو علي بيهم؟ بس هذا موقف مشرف لازم يسجل التاريخ. كل الرجالات اللي تكفلت بموقف مع نادي الطلبة من وزير الشباب الصباح علي هادي كل الإخوان اللي وقفوا كون تحييهم وتخليهم على راسك، بس ما توصل بهم مرحلة يقول لا هذا لين علاء ابن عمك زين هسه أنا هذا علاء مو ابن عمي دكتور رضوان ولا نادي النجف نادي ولا أنا مشجع نادي الطلبة ولا مشجع نادي النجف. زين ليش هذا السب والشتم؟ يعني يحسوك انه انت مساند الاداره؟ اي انت من راح تدفع هسه والسدون عجز الاداره راح تبقى الاداره ما حد يطلعها لان سدد يعني خلاف الجمهور ويا الاداره؟ اخو الجمهور قاعد يطلع كابتن ويصيح الاداره الاداره اطلع على اطلع محمد الهاشم. زين خلينا نشوف الجماهير البارحه اللي كانت عندها جوله مكوكيه من ملعب الشعب الى ملعب الكرخ ومساء الى بيت وزير الشباب والرياضه اللي طلع لهم بالدشداشه. زين وهذا الموضوع جدا لازم نخلي عليه يعني اكثر من موقف ايجابي ما صايره سابقا ولا يعني هذا الموضوع يمكن يصير اول مره انه وزير الشباب الجمهور يروح للبيت ويطلع لهم وتفاعل مع الجماهير اللي اجتهم وتكلم بكلام مهم جدا قال احنا مع القانون واصواتكم محترمه وايضا احنا نقول اصوات الجماهير نادي الطلبه محترمه واحنا ندعم هذه الاصوات لكن وفق القانون احنا ما بدينا شيء القانون اللي موجود بالدوله العراقيه ومنطي كل الصلاحيات للهيئه العامه وهذا اللي اكد عليه دائما وزير الشباب والرياضه يعني الشغل مو على الهيئه الاداريه الشغل على الهيئه العامه اللي احنا مستغربين هذا السكوت من الهيئه العامه لنادي الطلبة وحتى نجومها اليوم نشوف هدوء تام ما حد يتكلم بالموضوع ما عدا بعض الشخصيات اللي راحت بمظاهرات أمام وزارة التعليم العالي وبالتالي أنا أقول المشكلة هاي أيضا سببها وزارة التعليم العالي من علي الأديب مرورا بالدكتور قصي السهيل لأن هي اللي وصلت النادي لهاي المرحلة البائسة وخلت الإدارة أحكيها بالفم المليان وبالعامية تكذب على اللاعبين. خلينا نشوف الجمهور شنو اللي قال. أنا جاي من محافظة ديالى قضاء الخالص متحمل هالعناء هالحار من أجل أشجع النادي الأزلي اللي أنا عشت من أجله كل من متجه بعمله وظيفته أنا متجه بتشجيع النادي جهالي أطفالي يشجعون النادي واحد منهم غير عجوا ليش يقول ما عندكم نتائج اذا شوف كيس ترفعوه امانه الله الاخ مريض يقول ما بجي وياك قام يبكي قلت له ناخذك بالحار فيا كابتن علاء نترجاك ادعوف النادي مالتنا كلامك المفروض يتوجه للهيئه العامه الهيئه العامه غير تكون ابناء النادي والهيئه العامه من الجمهور الهيئه العامه شايف هاي افلام الرعب تطلع الهنديه يوميا مستوقي لهم واحد يوميا جايبين لهم واحد مسجين ولا واحد باسم الجمهور ولا واحد من ابناء النادي اتحداهم اتحداهم واقعد وياكم انتم بالذات خلي عمر رياض استاذ عمر رياض يطلع يقول لهم يا الهيئه العامه مالكم طلعوا لنا صوره وصوت
يستقبلها اعلامي ومن حق الجمهور يلومه. احنا نلومكم بالطيب، وهذا فشل الاداره اللي وصل الجمهور وتاريخ النادي هيك تاريخ. قصي سهيل خلي يسمع صوته وخلي يشوف له كل زين، حتى عنزع المناظر عن يشوفني انا قابلته حكيته وجه بوجه، قال اعرف كل زين فساد الاداره وادري بيهم كل زين، وعده اول فساد مال الملعب مال التراخيص مال التصاميم مليارين يعرف كل إذا وزير على مستوى وزير وعنده هيك معلومات وما جاي مثلا يتحرك بهذا الاتجاه، وهي هاي الطامه الكبرى. انا هذا اللي معجبني وموقفني، يعني حتى رحنا بيومها منه طلعنا من الوزير رحنا لعدنان درجال كابتن عدنان درجال، الرجال كان ما عنده تصور بهاي حسب ماله ماكو قاعد بقطر وقانون يمشي ومثل ماذا، احنا عندنا ماكو قانون، احنا عندنا عصابات عندنا مافيات ماهر. هذا الجمهور انظلم حيل وملينا تعبنا، يعني صار لنا سنين من 2007 لليوم احنا تظاهرات انقاطع مدرب ما قعدنا ويا دارة ألف مرة، وهذا الجمهور نفسه هاي الوجوه سقطتنا في سبيل انتم قعدتوا واستفادتوا، واحنا على مصلحة الطلبة قعدنا يوعدونا يخذلونا ثاني يوم، فاحنا بعد كل ثقة انفقدت بالإدارة. اللاعب يلعب سنة أسد يريد حقه صح لو لا؟ مشتكي يريد حقه زين، أنا 15 سنة مذلول أنا أريد حقي، اللاعب هسه راح يشتكي ياخذ حقه، انذلينا ما هي واقع حال انذلينا انذلينا هذا الملعب يشهد ما في يوم طلعنا اذا ما بدنا نقر روسنا. المشكله من حله، ما تقول ما من حله، لا خليني اوضحها، من حله بحاله واحده كفيلك القران لواعب كلهم يريدوا مستحقاتهم على كاظم يذب استقاله بنفس اللحظه الواعب كلهم ذابين ما يريدوا مستحقاتهم، وهذا اعطيك كلام منين؟ دليل عنده تواصل ويا اللواعب هيئه الاداريه اللي ما كانت مصداقيه عندهم وياهم واذوهم، الهيئه الاداريه ذب استقاله اللواعب كلهم ولا واحد يتداعب حقوقه، انا المسؤول عن هذا الكلام. احنا كابتن علاء كاظم عزيز على قلوبنا ونحبه يعني بصوره لا تصف سرير ما يطلع من الطلبه، يعني تعبنا هواي والله، انا هسه دمعه بين عيوني ومريض والله العظيم، كل الجمهور مع الطلبه ما يريد الاداره، وهذا علاء كاظم الله شاهد ورقيب اخونا 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 عزيز على قلوبنا وما يريد ما بس هذه الشغله. احنا اكو نقطه مهمه هسه، الطلبه بمرحله خطر، المفروض انتم تتوجهون لحل هاي الازمه وبعدين تتوجهون الامور اخرى. احنا راح نروح ساد صباح الكناني الشيخ صباح الكناني ونرجو من يمه يدافعنا على الطلبه، لان احنا كلها ناس شاكه بي وعلى كاظم وريد لهذا يعني يخلصنا من هالشغله، وهو شيخنا وعزيز على قلوبنا. ردك على الجماهير؟ انا رديت لهم البارحه قلت لهم انا وياكم قلبا وقالبا، انتم تقولون اذا دعمت النادي راح تدعم على بس هو الاهم انه كل الجمهور والاعلام يتكاتف والشخصيات العامه واللي عندها اموال اللي يقدر يساعد النادي يدعم هذا النادي، خلي نطلعه من هاي الازمه وبعدين لكل حادث حديث. اي هم شو يقولوا لك؟ يقول لك اذا دعمناه هسه دعمنا النادي ونسدت هاي المشكله وانتهت على بعد ما يطلع. هم هاي خايفين من عده الجمهور مو البارحه انا وياهم الثنتين وحتى اذا نزل النادي شنو علاقه باليطلع؟ لا بعد الرجال اربع سنوات يكملها ويغادر. هم ما مو هي ما تودي اوصل الفكره، انا حكيت وياهم والبارحه معالي وزير الشباب والرياضه حكى وياهم نفس الكلام، يا اخي ذولا اداره منتخبه لا بكيف صباح ولا بكيف الوزير ولا بكيف القانون صح. يعني هو القانون وياهم بصالحهم. انا اقول لك تقول الاداره من هو راح اقول لك من عمك ومن خالك وابن اختك ونسيبك. هي هاي هاي الهيئات العامة بكل الأندية مو بس إدارة الطلبة بكل الأندية الهيئات العامة قرايب يعني حتى السيطر زين هاي أندية عوائل 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 بكل خل الجمهور كل ما كل الأندية يقول لي لا شيخ صباح أنت كلامك غلط، أنت عمر رياض قل لي كلامك لا غلط، أتحدى واحد يقول لي الاتحاد الأندية إذا مو الهيئات العمومية الجمعية العمومية أقارب وأصدقاء فلا أنا صباح زين. لا خلينا نطلق مبادره نسميه مجلس الانديه العائلي العائلي او العشائري كابتن، هذا مو حل هسه انا هم انا جاي بس هذا صوت من صوت الدوله ماكو صوت الحكومه ماكو قانون ما مطر قانون هي اللي سامحه، والدليل انه كل رؤساء الانديه صار لهم 8 سنوات احنا ما حد يقدر يطلع. احنا مشكلتنا هاي صار لنا سنه انا وياك وهاي العالم الخيره بالاصلاح والتغيير، صار سنه كامله على شنو؟ غير على مود قانون نخلي قانون للجنه الاولمبيه وللانديه وللاتحادات حتى تحمل، يعني هسه هاي الجمهور شنو ذنبها؟ هو قال لك هذا الرجل قال لك انا صار لي 15 سنه مدلول، اللاعب لعب سنه وريد استحقاقه، زين انا الجمهور اللي عايف اهلي وعائلتي واداني الكره واشتغل عماله واجي اشوف اللعبه وارجع خسران 3-2 أو 4 شنو موقفي؟ انا شنو موقفي؟ انا احكي وياك كجمهور شنو موقفي؟ فحق الجمهور على النادي هو حق الجمهور على النادي وحق الادارات على المؤسسات مالتها،
والمؤسسة ظالة بدون قانون وبدون رقيب، فبكيف العالم؟ طيب أسمع منك إجابات مختصرة جدا. حل الهيئات الإدارية للاتحادات، والبداية كانت من السباحة، نعم، طائرة، نعم، بعدها منو؟ بعدها اليوم علنوا على المونتاي يمكن. هذا من مشروعكم؟ لا لا لا، ما لكم علاقة به. لا لا، مو هو مو من ضمن المشروع، هو كابتن عمر، المشروع هو إنقاذ الرياضة العراقية، إصلاح وتغيير الرياضة العراقية. الدور عليه من جاي؟ على الاتحاد. الدور المباشر هسه، يعني هم ظالين اثنين قريبين، اثنيناتهم ملفاتهم كاملة، الفروسية واليد. دول الفروسية واليد اثنينهم جاهزين. زين. يعني كامل العدد مالتهم. لكن أنت تختار على قول أحد الأخوة، مرة تجي ناس تصعد على ظهر المشروع وتتسلق على ظهر المشروع وهي أفسد من الموجودة أو أسوأ من الموجودة. ذولا ما موالين لحد الآن؟ من هو؟ اليد والفروسية. لا هم أجوا كلهم قدموا الولاء والطاعة، بس هي بعد ما تفيد، لازم تغيروا. لازم تغير. إيه اتحاد كرة القدم شو؟ وإحنا قلنا اتحاد كرة القدم، والبارحة طلعوا لي جروب كامل جماعة خابروني شيخ أنت جاي على اتحاد القدم، وهسه اتحاد القدم إحنا مقبلين على تصفيات كأس العالم. لكن أنا مستمر بهذا، وقلت لك يمكن أحد الأخوة سمعته يقول 30 واحد من الهيئة العامة جوا وقعدوا يمي. بعد هذا رأيي أنا. بعد هذا شو تقول علي؟ أنا هذا أقول رأيي أنا. بالنسبة لي 20 عضو، 20 واحد من العضو من الجمعية العمومية مسجلة، حتى قلت لهم أخوانا سجلكم صورة وصوت. زين. إحنا ويا التغيير أريد نغير منظومة الاتحاد. اتمنى ما يطلع بس كلام. اذا يطلع بس كلام اشتكى عليهم. انا اشكر تواجدك ويانا شيخ صباح الكناني، رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير، اتمنى لك الموفقية في قادم الايام، وشكرا للمواقف الرياضية اللي تسجل لك، وان شاء الله نلقى حلول للاتحادات وللاندية ان شاء الله يا رب. اهم شيء هو القانون كابتن عمر، اهم شيء القانون يحمل هيئات ويحمل اندية ويحمل اتحادات. ان شاء الله يصير عندنا قانون رصين في الأيام القادمة، وهذه هي مسؤولية وزارة الشباب والرياضة ومن ثم مجلس النواب العراقي، حتى نأسس ونضع النقاط على الحروف وننطلق بخارطة رياضية جديدة لأشخاص يستحقون المناصب والكراسي التي يجلسون عليها. في الختام تقبلوا تحياتي أنا عمر رياض وتحيات فريق العمل، انتظرونا باكر وحلقة جديدة من حديث الملاعب. إلى اللقاء.